يقول: وهل يقال بأن الشياطين الذين يرجمون بالشهب أنهم يموتون؟ نعم يموتون مثل ما يموت بنو آدم. نعم الشياطين من الجن، الشياطين مردة الجن، والجن يموتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم لكنهم يتوالدون، يتوالدون الجن يتوالدون مثل الإنس، منهم الصالح ومنهم الفاسد ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم التقي ومنهم الشقي، كنا طرائق قددا، أن منا المسلمون ومنا القاسطون، منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم.